نعود إلى قطاع الصحة وإلى خرجة وزير الصحة عبد الملك بوضياف أمسية اليوم إلى مدرسة شبه طبي بحسيداي وسط العاصمة على المباشر مع موفد التلفزيون النهار صابرين بوعبلة. مرة أخرى نعود إليك صابرين، يبدو أن سيادة ومعالي الوزير معك شخصيا، تفضلي صابرين. نعم، يعني اليوم معنا معالي وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات للحديث عن النتائج التي وصلت إليها التحقيقات فيما يخص مستشفى قسنطينة، المستشفى الجامعي لابن باديس. معالي الوزير، يعني تم اليوم اتخاذ القرارات المتعلقة بنتائج التحقيق. فعلا كما وعدنا المواطنين، وبعد الزيارة الميدانية اللي قمنا بها على مستوى قسنطينة اليوم طاحت النتائج الأولى، اللي تمثلت في أولا توقيف مدير الصحة، توقيف الأستاذ المشرف على المصلحة، غلق المصلحة، نقلها إلى الخروب كمنطقة رئيسية، ولكن معها نقاط أخرى مثل العيادة تاع سيدي مبروك وكذلك المستشفى تاع المدينة الجديدة وكذلك مستشفى البير وكذلك المستشفى نتاع ديدوش اللي فيه أكثر من 50 سرير اللي راح يفتح فيه الأسبوع القادم. السيد الوالي اجتمع مع كل الإطارات المحلية تنفيذ التوجيهات اللي تم إعطائها هناك. اليوم تم إخراج كل يعني المرضى من المستشفى نتاع يعني ابن باديس. الشركة تم تعيينها تنطلق في الأشغال نتاعها في ظرف نتاع الوقت اللي لازم، ممكن 4 ممكن 5 شهور ننتهي منها نهائيا، وتسترجع ديك الساعة المصلحة النشاط نتاعها. نضيف كذلك أنه فيه لجنة من الخبراء اللي وعدنا بها لما مشينا باش تقيم الوضع في العيادة نتاع الدقسي اللي تعرفوا باللي الاداء نتاعها ما احناش راضيين عليه، واجراءات اخرى راح يتم اتخاذها ريثما يتم يعني الفصل في التحقيق نتاعها. مثلا فيما يخص تعرفوا باللي قبل اليوم تم غلق يعني انهاء المهام نتاع رئيسة المصلحة نتاع العيون اللي ما كانش تخدم ومانيش عارف، وتم فتحها من جديد، تعيين يعني أطباء أخصائيين ورئيس مصلحة بالنيابة، كذلك تم فيه دائما في الباب بالنسبة للولادة تعيين أطباء أخصائيين للولايات المجاورة اللي هم العدد تاعهم 4 باش ننقص كذلك الضغط على قسنطينة، وكذلك يعني القيام ب يعني الأمهات اللي يجوا باش يقدموا الحياة. هذه يعني فيه 10 قرارات اللي تم اتخاذها اليوم، والكومونيكي مشى للابياس ومشى لكم حتى على مستوى القنوات، والبقيه راهي مواصله لانه مازال فيه تحقيقات في كل المسار ونقول الان ماشي فقط قسنطينه اللي معنيه بهذه العمليه، يعني راح تمس تقريبا وين عندنا مشاكل مع مدراء المؤسسات، واللي يخدم على عيننا وراسنا واللي مش حاب يخدم الان حان الوقت باش يكفينا من هذا اللاكسيزم هذا وهذه المشاكل هذه، لازم نفصل فيها نهائيا. يعني معالي الوزير، كانت اليوم قسنطينه هي نموذج لاتخاذ الاجراءات اللازمه حينما يلزم الامر ذلك، يعني سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمه في كل نتفاهموا باش تكون الامور واضحه، وانا على المباشر والمشاهدين ينظروا لنا. العمليه نتاع قسنطينه هي عمليه معزوله يعني ماهيش كل المستشفيات راهي في الحاله هذه، عمليه معزوله مدروسه. اليوم كنا في الشلف وبيمكن شفنا العاصمه البارح، حتى الوزير الاول كان معنا في زياره هكذا يعني مفاجئه في عديد يعني المصالح. في عمليه تفتيشيه راهي قايمه، راكم لاحظتوا العمليه تاع التفتيش اللي قمنا بها على مستوى الوطن في العيادات الخاصه والقطاع الخاص بصفه عامه اعطت نتائج. كاين الناس اللي نشكرهم وبارك الله فيهم ونشجعهم وكذا، ولكن كاين الناس اللي وصلنا باش نغلق لهم، غير ممكن ان نواصل بهذه الحاله هذه. ورايح نتعهد للمجتمع وعن طريقكم انتم وسائل الاعلام باش كل شيء يمشي في شفافيه تامه. ونزيد نقول حاجه، باللي الانسان اللي يشوف في نفسه بانه يعني مظلوم او محقور او اي شيء
من حقه يطلب الركور التظلم، وتكونوا حاضرين معنا مع دفتر الشروط اللي يكون موجود ما بين يدينا، ما كان حتى واحد يتظلم. هذه العملية هذه ما تمسش فقط العيادات، تمس حتى الصيدليات. غير ممكن أنه صيدلية تبقى مسيرة مع بائع، لا يمكن هذا، لا يمكن. هذا الناس لازم يكونوا حاضرين، لأنه هذه تتعلق بحياة تاع المواطنين. النقطة الأخرى هي كثير مهمة، لازم نوصل إلى قناعة بأنه في الصحة ما كانش التجارة على الأكت، راهو ماهوش تجارة قبل كل شيء، يتعلق الأمر بحياة المواطنين. فبهذا لازم المصطلح هذا نتاع لو سيرفيس بيبليك لازم يتعلموه، لازم يقتنعوا به قبل كل شيء، وبعدين يخدموا ويديوا الفلوس ربي سهل. شكرا علي الوزير، بارك الله فيك، يعطيك الصحة. نعم زميلي هارون، كان معنا معالي وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يعني كما قد صرح أنه سوف تكون هناك تحقيقات في كل الوطن، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يخص كل المؤسسات الاستشفائية العمومية أو الخاصة كما سبق وأن أشرنا. نعم وكذلك صبرينا أبو عبلة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. إن كان جديد دائما سأحاول العودة لك على المباشر. أذكر فقط مشاهدينا الكرام أن وزارة الصحة قررت اتخاذ مجموعة من الإجراءات فيما يخص المستشفى الجامعي لولاية قسنطينة. نذكركم ببعض الإجراءات، منها إنهاء مهام رئيس مصلحة أمراض النساء والتوليد للمركز الاستشفائي الجامعي لقسنطينة، إنهاء مهام مدير الصحة والسكان لولاية قسنطينة، فتح قضائي بخصوص عملية إتلاف العمدي كما قالت الوزارة للأجهزة هذه المصلحة أمراض النساء والتوليد، وعدم استعمال أجهزة طبية قالت الوزارة أنه تم اقتناؤها من طرف المصلحة، كما تم تعيين أستاذ مساعد كرئيس مصلحة بالنيابة مكلف بتسيير هذه المصلحة، ريثما تتخذ كل الإجراءات القانونية لتعيين رئيس مصلحة جديد بهذا المستشفى عبد الحميد.